طب انت بتلاحظي ان نجمات مثلا بيخافوا من العمر وده غلط؟ غلط. بيخافوا ان هما يكبروا؟ غلط. بدنا نكبر. اه شوفي الغريبه انه الممثلات بالذات اذا خافوا من العمر ما بصيروا ممثلات لبعدين، يعني الاستمراريه تبعهم ما بتكون، لانه بعد الأربعين بتعرفي بالشرق حتى بالغرب طبعا، خلينا نحكي بالشرق، نحن بال30 بيقولوا المره ختيارت، بال30 عم بيحبوا يتجوزوا صغار. ايوه على 30 40 بال40 المراه الفنانه شو بدها تاخذ؟ بدها تاخذ ام لبنت عمرها 20 سنه. اذا بدها توصل لل50 ما ترضى تلعب ام، معناته انا كمشاهده ما بقتنع فيها. طبعا ما بقدر اقتنع فيها. شو بدها تلعب؟ دور شو؟ عمي خالي، يعني عرفتي شلون؟ في ادوار متعدده. طب رأيك إيه في الفنانات أو النجوم اللي بيعملوا أدوار أصغر من سنهم، لسه هيتجوزوا أو لسه خريجين من الجامعة وهم عندهم عمر يعني كبير؟ ما لهم مصالح. هل ده ممكن يعني المشاهد يقتنع بالحكاية دي؟ لا. عم يضحكوا على حالهم لأنه ما عندهم مصالح مع الحياة، مع العمر، مع السن. هو كيف يعني ما بدنا نكون قاسيين على الناس؟ يعني هي علاقة شخصية بينه وبين حاله، يعني ما عندهمش مصالحة مع نفسهم، ما عندهم مصالحة مع نفسهم وما عندهم مصالحة مع الحياة. يعني ما المانع انها تكون كبيرة وعندها فيزيكال فيتنس كويس، عندها طب حضور. شوفي هاي ميريل ستريب، ناخد نحن النجمات وسوزان ساراندون، ناخدهم نحن يعني طبعا مثال، ونشوف الادوار اللي عم ياخذوها. عم ياخذوا ادوار ام من زمان. انجلينا جولي بالاسكندر لعبت دور ام، ام لا اسكندر. ايوه طيب يعني شو المانع؟ ما في مانع. يعني المهم انك انت تمشي مع الحياه بدون ما تحسي انه الحياه عم تضحك عليك، لانه بالنهايه اذا انضحك عليك كثير انت حيصير بالاخير في نوع من الفشل. لا النجوميه بتكفي ولا المصاري بتكفي، يعني بدك يعني لازم الواحد يكون صادق مع نفسه ومع الاخرين. لكن مشان تقتنعي، مشان يقتنعوا غيرك لازم تكوني صادقه. وشو العيب دخيلك اذا كبرنا؟ ما فيش عيب. ايه العيب؟ ما عيب. بدنا نكبر مشان نشوف اولادنا كبار، وبعدين مشان نشوف احفادنا. طبعا يعني عرفتي. وبعدين مشان نروح نموت. عادي. كله عادي، سنة الحياة يلي علينا وعلى غيرنا. يعني بدنا نقبله. المشكلة انه مو بس عند السيدات هذا الشيء، والله مو عند النجمات كمان، وعند النجوم الرجالة. طب ما ده مش حلو برضه. ما حلو؟ لا طبعا ما حلو. كويس يعني الرجالة ايه اللي بيخليهم يخافوا من اعمارهم؟ والراجل مش مطلوب منه الجمال والوسامة الفظيعة، يعني الرجل رجل. يمكن الحفاظ على الادوار الاولى ربما. طب ما ممكن لانه الادوار الاولى يعني في فيلم، في افلام كتيره موجوده حتى في السوق، في فيلم بيعرض مثلا دلوقتي البطله كبيره. شوف البطله المطلقه. المطلقه. اجنبي. اجنبي. هو كمان بدنا نحن نغفر لهم لسبب كتير بسيط، انه نحن الشرقيين قاسيين. قاسيين بمعنى هو الفن عموما قاسي، له شروطه يلي بدك تقبليها او ما بدك تقبليها. شروطه انه في عمر معين انت نسيا منسيا، بدنا نقبلها، او بدنا نعمل نوع من التنازلات. يعني انا مثلا لعبت الخنساء من 30 حلقه، هلا يمكن العب اما للخنساء، بدي اقبل. ايوه. لعبت شو هند بنت عتبه، ايوه يمكن بدي العب اما. ممكن. انا باسعد الوراء هلا بدهم يعيدوه، ولعبانته عمري 32 نفس الوقت تبع الرساله. هلا بدهم يعيدوه. عرفتي شلون؟ بدهم يعطوه لممثله ثانيه، يمكن يا العب الام يا العب وحده من بالهذا. عادي عادي. بالعكس انا مبسوطه انه عمل انا عملته هلا عم يرجعوا بدهم يعيدوا. مهم كثير. حسسته انه كثير شغله مهمه بالنسبه لي. وطبعا هي بس بدنا نقبل. شوفي بدنا نقبل. لكن عم نحكي على قسوة الشرق او قسوة الفن عموما. ما بيكتبوش ما بيكتبوا لهذا السن. ما بيكتبوا لهذا السن. فيا بده يعني فيلم ماما ميا، ماما ميا فيلم بيعرض، شفتي البطله؟ طبعا طبعا طبعا. حاجه شوفي
هلا يلي اخذت الاوسكار بفيلم تايتانيك. ايوه تايتانيك عمرها 85 سنه، دور الثاني دور روز يلي أيوة. بتحكي القصه، بتحكي القصه، بتحكي القصه اللي فيها فلاش باك ترجع صغيره، ترجع اخذت اوسكار عمرها 85 صارت تنط. بس نحن هل يا ترى واحد او واحده عمره 85 سنه بيعمل بيكتبوا له هذا الفيلم وبياخذ هذا الدور واذا نجح بيعطوه اوسكار ولا بيروحوا بيعطوه لبنت عمرها 20 سنه 25 سنه دلوعه كربوجي حبابه بتتظلط طلعت بالسينما وعملت يعني الجمهور حبها بطريقه معينه عرفتي بيروحوا بيعطوا هذيك انا متاكده للاسف قاسي. طب والكتابه خاصي. والكتابه انت شايفه ان في ادوار بتكتب للشخصيات الكبيره ولا ما بيكتبوا لهاش بالنسبه للتلفزيون نشكر ربنا نحن جيل المسرح تبعنا انه في تلفزيون التلفزيون باعتباره صار ضيف اسروي بيدخل لك البيت المراه صار لها دور كثير كبير ومحترم مو مثل افلام السينما اللي كانت موجوده وانت بتعرفي يعني هويه المراه بالسينما العربيه على مدار سنوات كثيرة ما كانت هي المرأة يلي متواجدة في في المجتمع العربي وتحديدا في المجتمع المصري. بدي احكي لك شغلة انا اجيت سنة ال 71 اول مرة بعمري على مصر كان عبد الناصر متوفي الله يرحمه لما شفت مصر اندهشت. ليه؟ لانه النساء مو مثل اللي بشوفهم بالسينما. نساء مختلفات. رحت على التلفزيون كانت في رئيسة بهداك الوقت كان في موظفات على مستوى كبير بال 71 يلي عم تبيع خضرة يلي عم تشتغل بالأوتيل يلي مدرسة يلي 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 مو مثل يلي شفتهم بالسينما يعني مجتمعيا مختلف مختلف بينما لما رحت أول مرة على فرنسا أو على روسيا أو على ألمانيا أو على الاتحاد أو وين بدك أمريكا وين أي بلد أي بلد بتحسي إنه بيشبهوا في تشابه بين الواقع بين الواقع أرض الواقع وبين السينما فهذا اللي عم لك يعني نحن اللي أنقذنا وخلانا مستمرين حتى ما نقول إنه نحن كتير شخصيات باردة نحن المسرحيين مسرحيات التلفزيون قدم المرأة بطريقة محترمة أم أخت خالة مدرسة مديرة نائب حتى بمجلس أي شيء مثل ما هي موجودة بالواقع لأنه اللي قاعد بالبيت بده يشوف حاله وبيته بهذا الشيء اللي عم لازم بصير. ما بيقبل وإذا شاف بيقولوا عليه تجاوز الخط الأحمر وا 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 كذا أنه ما يشوف لأنه على السينما أوكي أيوه. هو بده يقطع ويروح بجوز ما ياخذ اولاده حر اما الضيف اللي جاي على البيت اللي عم بشوفه اللي هو التلفزيون بده يشوف مثل ما هو بده شوف الواقع والمراه مثل ما بيعرفها امه اخته ايوه زوجته بنته خالته عمته هاي يعني هيك بده يشوف فاستمراريتنا من وراء التلفزيون